أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سلسلة محاضرات الأوبريتنج سيستم، نظم التشغيل للصف الرابع لأقسام الحاسبات، محاضرتنا اليوم هي Chapter 6 Memory Management. راح نأخذ مقتطفات من الميموري مانجمنت لأنه المفروض يصير به تقليص. Memory management. The main memory, the main motivation of the management of main memory comes from the support of multi-programming. الميموري مانجمنت، احنا قلنا المانجمنت هو يحدث على المين ميموري. المين ميموري يعمل، او الميموري مانجمنت تعمل بشكل فعال في المالتي بروجرامينج. المالتي بروجرامينج لانه اكو اكثر من بروسيس في ان واحد ممكن يعملون بالتتابع، وذول عاده يكونون ريزيدنت ان ميموري، فيحتاج عمليه اداره لهذه الميموري حتى تلبي طلبات المالتي بروجرامينج. ميموري مانجمنت is the functionality of an operating system which handles or manages primary memory and moves the process back and forth between main memory and disk during execution. احنا نعرف الميموري مساحتها محدودة، وممكن اكثر من بروسيس يكون جاهز في آن واحد و in queue حتى يتنفذ بال CPU. هذا الموضوع قد يحتاج الى ان نحن يعني نطلع بروسيسز من هاي الميموري ونرجعهم الى الهارد ديسك السكندري ستورج، ونجيب غيرهم اللي هم اقرب الى التنفيذ. هاي العمليات تتم ببيسك هاردوير اللي هو programming must be brought from disk into memory and placed within a process for it to be run. أول فعالية ممكن هذا البروسيس وهذا البروغرام يجي أو الهاردوير يجيبه من البرايمري ستور، من السكندري ستورج، من الديسك إلى الميموري حتى يكون جاهز للتنفيذ. عند ذلك نسميه بروسيس. المين ميموري and registers and only storage CPU can access directly. Register access in one CPU clock or less. ال CPU ممكن يتعامل بشكل مباشر مع المين ميموري and registers. ال CPU لا يتعامل مع السكندري ستورج اطلاقا، وانما اي داتا بالسكندري ستورج نحتاجها المفروض تجي الى المين ميموري حتى يقدر يتعامل معها ال CPU. اذا ما دام صار عندنا اكثر من بروسيس بال CPU بالميموري، اذا يتطلب من عندنا ادارتها، ويتطلب من عندنا حماية هذه المعلومات حتى كل بروسيس يعرف الحيز من الميموري اللي حاجزه واللي ممكن يتحرك فيه. Protection of memory required to ensure correct operation to protect the OS from access by user process and in addition to protect user process from one another. يجب أن كل process يعرف المساحة اللي يتحرك بها حتى ما يتجاوز على البروسيس الآخر، ونفس الشيء البروسيس نفسه يجب أن يعرف الحدود اللي يتحرك بها حتى ما ينطي ادرس او ينطي لوكيشن هو خارج هذه المساحة اللي هو دي يتحرك بها. The first need to make sure that each process has to separate memory space. حتى نتأكد بانه كل process عنده memory space الخاصة به. To do this حتى يعمل هذا we need the ability to determine the range of legal addresses that the process may access and to ensure that the process can access only these legal addresses. لذلك يجب علينا أن نحدد addresses لكل
بروسيس اللي ممكن يتحرك خلالها حتى لا يروح أكثر من الأدرسز اللي هو مخصصة له. We can provide this protection by using two registers. هذا البروتكشن يوفر لنا إياه two registers. الريجستر الأول يسمى base register والثاني يسمى limit register. الأول نحدد للبروسيس بداية الميموري اللي هو استغلها، لأنه قلنا الميموري هو بيها أكثر من بروسيس واحد، والليمت هو المساحة اللي يحتاجها هذا البروسيس. The base holds the smallest legal physical memory. البيس ريجستر هو يحمل عنوان البداية أو أصغر physical memory address. The limit register space بينما limit register specify the size of the range المساحة اللي يحتاجها هذا البروسيس. For example, if the base registers hold 3040 إذا كانت هاي البداية مال البروسيس المساحة أو هذا الأدرس هو بداية المساحة اللي حجزها هذا البروسيس، نرجع لها اللي بداية حجزها هذا البروسيس، والليمت اللي هو طول البروسيس المساحة اللي يحتاجها الكلية هي 120 900، then the program هذا البرنامج لازم يتحرك the legally access to addresses from من هاي البداية اللي هي 300.40 through خلال إلى 420.93، وهاي منين جبنا الرقم اللي هو هاي البداية زائدا هذا طول المساحة اللي يحتاجها هذا البروسيس. هسه لو نجمعهم ذول الاثنيناتهم راح يطلع عندي 420.940. الأربعين هذا الأدرس الأخير هو مخصص للبروسيس اللي بعده. إذن المساحة اللي يتحرك بها هذا البروسيس أو الأدرسز هي من 300.40 إلى 420.939. لاحظوا هنا بشكل رسم موجودة، احنا قلنا هذا الميموري بشكل كامل، البداية من الزيرو إلى somewhere اللي هو للأوبرينج سيستم، وقلنا هذه بالبداية اللودر يقعد الكور مع الأوبرينج سيستم الأشياء اللي يحتاجها الأساسية بهذا المكان، ومن ثم تقعد البروسيسز واحد بعد الآخر. مثالنا اللي دي نحكي عنه هو هنا هذا البروسيس، هنا بدايته اللي هو 300.040 هاي بدايته، فهذا العنوان يقعد بالبيس ريجستر، والليمت ريجستر هو طول المساحة اللي يحتاجها بالميموري. إذن هذا راح يشتغل من هاي المكان إلى هذا المكان، وهذا المكان اللي إذا جمعنا البيس زائدا الليمت راح يطلع عندي 420.940، وهذا الأدرس بداية البروسيس البعده. إذن هذا البروسيس المعني مالتنا يتحرك إلى المساحة 420.939 بدلا من 40. هنا راح يتولد لنا مفهومين. إذا نرجع للصورة اللي قبلها يتولد لنا مفهومين. هنا أنا عندي أول أدرس هو 300.040 اللي هو فعلي اللي هو موجود بالميموري، بينما البرنامج البروسيس عنده بأنه هذا هو أول أدرس، فصار عندي مفهومين اللي هو logical address and physical address. The concept of a logical address space that is bound to a separate physical address space and central to proper memory management اللي هو أكو اختلاف بيناتهم، اللي راح نشوف كل واحد ماذا يعني. Logical address generated by the CPU اللي هو يولد من CPU نفسه اللي هو أصلا موجود بالبروغرام، also refer to a virtual address. يعني إذا قلنا logical address أو قلنا virtual address هو نفسه اللي هو الأدرس الموجود فعليا بالبروغرام.
بينما الفيزيكال ادرس هو الادرس اللي موجود على الميموري، موجود على الميموري اللي هو بداية المساحة زائد الليميتيشن اللي يتحرك بها هذا البروسيس. اذا اللوجيكال ادرس هو يتغير باستمرار، اللوجيكال ادرس يتغير باستمرار مع كل تنفيذ، لانه مع كل تنفيذ قد يحجز هذا البروسيس مكان مختلف عن التنفيذ السابقه بين العفو هذا الفيزيكال ادرس. بينما اللوجيكال ادرس هو ثابت للبرنامج ما لم يتم عليه تغيير من قبل المبرمج. اذا اللوجيكال ادرس هو الادرس اللي موجود بالبرنامج، بينما الفيزيكال ادرس هو اللي موجود على الميموري اللي هو فعلي يتحرك بالميموري. كيف تتم هذه الفعالية؟ Memory Management Unit يقول The Runtime Mapping from Virtual to Physical Address. عن شون يعني إذا هو البرنامج عنده أدرس ولكن بالميموري يروح إلى أدرس مغاير مو نفس اللي بالبرنامج، هذا المابينج يديره فد يونت اسمه Memory Management Unit MMU which is a hardware device اللي هو جزء هاردوير. MMU using the following mechanism to convert virtual address to physical address. الفيرتشوال هو الموجود بالبرنامج والفيزيكال اللي هو موجود على الميموري، فكيف يحول الفيرتشوال الى physical؟ الفعالية بسيطة جدا. An MMU scheme the value in the relocation register. اللي relocation register هو نفسه اللي سميناه base register، اذا قلنا relocation او قلنا base هو نفس المفهوم. is added to every address generated by user process at the time it is sent to memory. اي address يبعث البروغرام راح نضيف عليه قيمة ال relocation او قيمة ال base register. يعني بالبرنامج أول أدرس هو واحد، أول أدرس هو واحد، بينما بفيزيكال قد يكون هذا الواحد أو المساحة المخصصة لهذا البروسيس تبدأ من المكان ألف، فبالتأكيد أول أدرس راح يكون بالمكان ألف، ثاني أدرس بالمكان ألف واحد وهكذا. For example if the relocation register value is 10,000، يعني إذا كان أول أدرس حاجزة هذا البروسيس هو 10,000، then an attempt by the user to use address location 100، يعني لو كان عندي الأدرس location 100 أوتوماتيك راح يروح إلى المكان، نرجع 100 أوتوماتيك راح يروح إلى المكان directly location اللي هو 10,100 اللي هو هنا 10,000 زائد 100 10,100 اللي هو الفيزيكال ادرس. اذا اللوجيكال هو 100، اللوجيكال هو 100 والبيس هو 10,000، ففعليا راح يروح ميموري بالميموري الادرس بالميموري اللي هو 10,100. The user program deals with virtual او logical addresses. البروجرام هو يتعامل مع اللوجيكال ادرس، ما له علاقه بالريل او الفيزيكال ادرس. ليش؟ لانه هذا يتعامل مع السيستم وليس البرنامج، وقلنا هذا يتغير، هذا الفيزيكال ادرس يتغير مع كل تنفيذ، نفس البرنامج كل ما انفذه يتغير هذا الفيزيكال ادرس. ليش؟ لانه يعتمد على المساحه اللي راح تتخصص له ويحجزها لغرض التنفيذ، بينما اللوجيكال ادرس هو ثابت على طول البرنامج. لاحظوا هنا نفس هذا المثال بشكل مخطط، ال relocation register اللي هو base register هو كان هنا 14,000، اذا المساحة المخصصة لهذا البروسيس تبدأ من المكان 14,000، خلينا نقول لو فرضنا بينه هذا المكان من 14,000، فالادرس اللي بالبرنامج اللي هو 346 بالتأكيد راح نضيف له 14,000، فالفيزيكال موجود فعليا على الميموري بالموقع 14346. فالفعالية بسيطة، هو إضافة الريلوكيشن ريجستر أو البيس ريجستر إلى اللوجيكال أدرس
راح يعطيني الفيزيكال ادرس، هو هذا المابينج اللي يحول لي من اللوجيكال الى الفيزيكال سوابينج. في كثير من المرات يصير عندي، احنا قلنا الميموري مساحته محددة والبرامج كثيرة، البروسيسز كثيرة، يحتاج في كثير من المرات بأنه أرجع بروسيسز أو ما موجود بالميموري إلى سكندري ستورج وأجيب أخرى في مكانها لأغراض التنفيذ. إذا نقول a process can be swapped، هل فعالية بأنه أرجعهم إلى السكندري ستورج وأجيبهم إلى المين ميموري تسمى swapping. A process can be swapped temporarily out of memory، انطلع من الميموري to a packing store إلى secondary storage and then brought back into memory for continued execution، نحتاج أن نرجع إلى الباكينج ستور ومن ثم نجيبه مرة أخرى حتى نستمر أو نواصل التنفيذ. Packing store fast disk large enough to accommodate copies of all memory images for all users must provide direct access to the memory image. هذا الباكينج ستور دائما يخزن بالصورة من الميموري، واللي أخذناها سابقا بالمحاضرات الأولى اللي سميناها Process Control Block اللي هو PCB، اللي قلنا يأخذ صورة من الميموري لهذا البروسيس ويطلعها إلى Secondary Storage، ومن ثم عندما يجي سراء مرة أخرى يرجع هاي الصورة حتى يكمل التنفيذ من آخر ما كان واصل إليه. كل الفعالية تسمى swapping. إذا نحتفظ بالصورة من خلال الـ PCB اللي أخذناه بالفصل يمكن الثالث بالبروسيس، ونرجعه حال يجي دورة مرة ثانية بالتنفيذ. إذا هاي الفعالية roll out roll in swapping swapping variant used for priority based scheduling algorithms. Low priority process is swapped out to higher priority process can be loaded and executed. وهذه هذا من الذي يخرج ومن الذي يرجع بها خوارزميات، احنا في هذا الفصل ما راح نتطرق لها، راح ناخذ الاشياء بشكل مختصر. Major part of swap time is transfer time. Total transfer time is directly proportional to the amount of memory swapping أو swapped. دائما هذا التايم اللي هو عندما ناخذ صورة بالPCB ونرجعها إلى السكندري ستورج ومن ثم نحتاج إلى أن نجيبها مرة ثانية إلى المين ميموري، هذا السوابينج يحتاج تايم. إذا لازم نقلل إلى أقصى ما يمكن هاي عمليات السواب، وبها خوارزميات كثيرة بهذا الموضوع راح ناخذ من عندها الشيء البسيط. لاحظوا إذا كان هذا الميموري، هذا الميموري وهذا السكندري ستورج اللي هو الباكينج ستورج، السكندري ستورج، الهارد ديسك، التيب إلى آخره، اللي هي الأشياء اللي ما يتعامل معها البروسيس بشكل او السي بي يو بشكل مباشر. السي بي يو يتعامل مع المين ميموري فقط، فدائما راح نحتاج الى سواب اوت هذا البروسيس بي 1 اللي هو يحمل كل المعلومات مالته صوره من الميموري وندخل بمكانه واحد اخر، وعندما يرجع السيرة الى البروسيس 1 يطلع البروسيس 2 ويدخل البروسيس 1 وهكذا. فهاي الفعاليات اللي هي اخراج وادخال هذه بيها وقت لانه تعتمد على سرعة الهارد ديسك او السكندري ستورج، وبالتالي يتوجب على الاوبرينج سيستم يقلل من هذا الوقت او يقلل من عمليات السواب جهد الامكان. دايناميك ستورج الوكيشن بروبلم، عادة بأول تنفيذ احنا قلنا هذه صورة من الميموري، هذه صورة من المين ميموري، الجزء الأول هو محجوز للكور الأوبرينج سيستم، ومن ثم يجي البروسيس 1 وبعد البروسيس 2 البروسيس 3 وهكذا. لو
على فرضنا بين البروسيس 2 انتهى من العمل قبل بروسيس 1 وبروسيس 3، فراح يترك هاي المساحة اللي كان خازنها اللي هي من هنا إلى هنا، كان خازنها يتركها لأن هو ترمينيت خلاص طلع عما انقطع أو انتهى العمل بعد ما يحتاج، فترك هذه المساحة. هاي المساحة احتاجها بروسيس جديد اللي هو بروسيس 4، فبدأ من البداية إلى أخذ الليميتيشن مالته، وما زال يعني اكو زيادة بالمساحة. هاي المساحات، هاي الزيادات تسمى holes. هاي holes قد تتكرر كثيرا بالميموري وتحتاج الى ادارة بالبروسيس الجديد اللي تحتاج ميموري حتى تتنفذ. اذا holes هو يقول block of available memory، مكانات متسلسلة available memory. holes of various size are scattered through memory. دائما هاي الهولز بأحجام مختلفة تنشئ أثناء التنفيذ بالميموري. كيف نديرها؟ أو إذا عندنا بروسيس جديد وعندي أنا الهولز بأحجام مختلفة كيف تكون إدارتها؟ How to satisfy a request size n from a list of free holes. أنا عندي request كل واحد عنده size، process جديدة كل واحد يحتاج memory size محددة، وأنا عندي holes أيضا بأحجام أو مساحات مختلفة. فأكو ثلاث خوارزميات معروفة اللي هي first fit والbest fit والworst fit. الفيرست فيت هو الأسرع اللي هو يلقى لي أول مساحة كافية أخصصها لهذا البروسيس. يقول الفيرست فيت اللوكيت ذا فيرست افيلابل هول، أول مساحة متوفرة كافية which is large enough اللي هي كافية to accommodate an incoming process للبروسيس اللي يطلب مساحة. In this method we scan the memory always from one end and find the first block of a free space which is large enough to accommodate the incoming process. بهاي الخوارزمية يحتاج دائما نسوي بحث على أول هول تكون كافية لنخصصها إلى البروسيس اللي طالب مساحة حتى يحجزها بالميموري. هذا طبعا بها اشكال، وهسه راح نشوف بمثال ممكن يصير بها اشكالات. بينما البيست فيت اللي هو افضل مساحة اللوكيت a smallest hole that is big enough. هناك بالفيرست فيت اول مساحة كافية اخصصها حتى لو كان الفرق بيناتهم كبير جدا. يعني أنا إذا عندي بروسيس يحتاج 10 كي ولقيت أول مساحة هي 2 ميجا أنطيل 2 ميجا بالكامل. فأول مكان، أول مكان يكون كافي. بينما هنا البيست فيت يقول اللوكيت ذا سمولست هول ذات إز بيج إناف، أصغر مساحة كافية. هناك مو أصغر، أول، هنا أصغر مساحة كافية. In the best fit policy we scan the main memory of all the available holes. شلون انا اعرف اصغر مساحه كافيه؟ لازم عندي فد ليست او فد سكان بكل المساحات المتوفره حتى اشوف اقرب مساحه كافيه لهذا البروسيس احجزه له. Once we have information about all the holes in the memory then we choose the one which is closest of the size of the requirement of the process. لازم يصير عندي معلومات عن كل الهولز الموجودة بالميموري ومن ثم أخصص المساحة الكافية، أصغر مساحة كافية لهذا البروسيس. شنو صار عندي إضافة بالكلفة؟ بالقديم بالفيرست فيت ما يحتاج يصير عندي معلومات عن كل الهولز المتوفرة، وإنما أجيهم بالتسلسل. أول واحد يكون كافي أنطي أحجز للبروسيس، بينما هنا
بالبيست فيت لازم أبحث عن أصغر واحد كافي. يقول allocate the smallest hole that is big enough. أصغر واحد يكفي. الworst fit اللي هو الأسوأ allocate the largest hole. ينطي أكبر hole. Must also search entire list produces the largest leftover hole. ليش هاي يأخذوها؟ لأنه عندما أبحث عن أكبر مساحة وأخصصها إلى process قد تترك لي مساحة كافية أيضا لبروسيس آخر، لكنه راح يصير عندي fragments، راح يصير عندي أجزاء صغيرة وهول صغيرة مو ذات فائدة لكثيرة. أقول first fit and best fit better than worst fit in terms of speed بالسرعة and storage utilization و الاستغلال الأمثل للستورج. first fit is fastest. الفيرست فيت هو أسرع. ليش؟ لأنه ما يحتاج يكون عندي كل الهولز معروفة وكل مساحاتها، وإنما أول وحدة نلقاها نحجزها. بينما الورست فيت has lowest memory utilization. الورست فيت هو أقل استغلال للميموري. لاحظوا بهذا الإكزامبل عندي given free memory partitions. عندي هول صارت اللي هي 100K 500 200 300 600 وخمسة هولز عندي فارغة بأحجام مختلفة بالتسلسل. بينما عندي each of the first fit, best fit, worst fit اريد لازم نختبر ذن الخوارزميات على عندي أربعة processes بالتسلسل أيضا 212 417 112 426 كي. ذولا يحتاجون ميموري. نجي بالبداية وأيضا طالب من عندي which algorithm makes the most efficient use of memory. أي وحدة من عندهم هي أكثر كفاءة. نجي على الـ first fit. أنا عندي ذولا المساحات هذولا بالتسلسل مثل ما قال لنا 100 500 200 300 600 100 500 200 300 600 بالتسلسل. وعندي ايضا البروسيسز بالتسلسل هاي مساحاتهم. اول واحد 212 كي، فهاي المساحة الاولى ما تكفي. جيت على المساحة الثانية 500 كي هي كافية الى حجزت اللي هي خلص الموضوع. اروح على البروسيس الثاني اللي هو 417 ايضا ابدي من البداية هذا غير كافي. الثاني 500 انحجز، 200 غير كافي، 300 غير كافي، 600 انطيه 600. اروح الى البروسيس الثالث اللي هو 112. اول واحد غير كافي، الثاني محجوز، الثالث نعم هو 200 بينما هذا 112 انطيه اياه وهكذا. الرابع اللي هو 426 كي ما راح القى له اي مكان يناسبه، فراح يظل نويت. يقول there is no space large enough to accommodate before. ليش؟ لأنه يحتاج 426 كي، فما عندي ما عندي واحد يكفي فتركنا. بينما بالبيست فيت أنا ذو كلهم عندي الأحجام. أول بروسيس عندي 212، أروح أبحث عن أصغر شيء يكفي. المية ما تكفي، الخمسمية ما تكفي، الميتين ما تكفي، الثلاثمية تكفي اللي هي أصغر شيء أكبر من الميتين واثناعش. فأنطي البروسس واحد بالأنطي المساحة هذا الهول اللي قيمته 300 كي. بروسس تو 417 أجي أبحث عن أصغر واحد منه. عندي 600 والخمسمية هم أكبر من عنده، فمنه أصغر واحد؟ الخمسمية أنا أخصصه للبروسيس 2. نفس الشيء بالنسبة للبروسيس 3 اللي هو 112 أصغر واحد كافي هو 200، بينما 426 أصغر واحد كافي هو 600. بهاي الطريقة البيست فيت كل البروسيسز أخذوا مساحات، بينما بالفيرست فيت هذا الأخير ما أخذ عندي مساحة، ما لقى مكان يقعد بيه، فظل إن ويت إلى أن واحد من البروسيسز
يصير له ترمينيشن، يخلص تنفيذه ويطلع، يصير مساحة أخرى يقدر يحجزها. نروح نشوف الويست فت اللي هو أول أكبر مساحة أنطيه هي. أنا عندي البروسيس الأول 212، أكبر مساحة عندي 600، خصصت ال 212 لل 600. ثاني أكبر مساحة هي ال 500، أنطيتها لل P2 اللي هو 417 وكانت كافية. ثالث أكبر مساحة هي 300، أنطيتها إلى 112 وأيضا كانت كافية. بقى عندي البروسيس 4 426 اللي هو ما عندي مساحة ملائمة إلى، أيضا صار إن هولد. In this example, بهذا المثال, the best fit algorithm makes the most efficient use of the memory. Best fit هي كانت أفضل خوارزمية اللي تحقق لي efficiency بالميموري. بهذا ننتهي من هذا الجزء من محاضرة الميموري management. شكرا لإصغائكم.